وقفة احتجاجية نفذت أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة تعز، وقفة ندد خلالها المحتجون بالجريمة المرتكبة بحق المواطن عبد الرحمن على خلفية إقدام أحد الجنود في اللواء 22 ميكا الملقب بالشاهد على قتله أثناء ما كان يعمل في البناء بداخل أرضيته بمنطقة العريش بجبل صبر. اعتدى عمر الشاهد على المواطن عبد الرحمن عبد الله أحمد سالم الحماضي أمام بيته وأمام أطفاله، مقابل أنه أتى المدعو عمر الشاهد الجندي عمر الشاهد بالبلطجة باللواء 22 على المقتول لإرادة يعني لأكد يأخذ منه حق القاتل، تمام، بدون أي ذنب ارتكبه. الأهالي خلال الوقفة رفعوا شعارات تدين الفعل الإجرامي بحق المواطن عبد الرحمن، ويناشدون رئيس استئناف محكمة تعز بإلزام الشرطة العسكرية سرعة تسليم الجاني في اللواء 22 ميكا المحتجز لديها للقضاء ومحاكمته وفقا للقانون. حسن نجد الأدبي يقول له هي امشي معي، قال له بي ليش امشي معك، هذا رأسي في عياش يا فندم، قال له امشي ولا شقرح رأسك عادك تتكلم تتخابر، قال له ما دام في قرح رؤوس انا مش امشي معك، انا امشي للقياده واكلمهم باللي حصل، مسك قالوا رمي ابي ساعته بكل همجه ودم بارد. نريد الان نناشد رئيس الدوله الجمهوريه رشيد العليمي، ونناشد محافظ تعز نبيل شمسان وقائد محور تعز بتسليم القاتل الى العداله. تسليم الجاني مطلب أهالي الضحية في قضية مقتل المواطن عبد الرحمن، وهو مطلب لا رجعة فيه إلى أن تسلم الشرطة العسكرية الجاني وتأخذ العدالة مجراها في القضية. رمز مختار لقناة غد المشرق تعز.